اجتمعنا كل الشبيبات بوجود سيدنا وكانت بركة كتير عظيمة انه هو كان موجود معنا. تعلمنا شو يعني شبيبة وشو المبادئ الموجودة عندنا في الشبيبة، حطيناهم ورح نشتغل عليهم اكتر لقدام اكيد، وحكينا كمان شو منحلم انه الشبيبة تصير، وهاي الاحلام ان شاء الله ان شاء الله رح نشتغل عليها ونعمل عليها للحقيقة. كتير حلو انه يلتقي الاخوة معنا، وكتير حلو انه بلشنا من اليوم، وان شاء الله رح نستمر دائما، رح يكون في لقاءات كمان جاي متجددة لحتى نكون شبيبة جامعة زي ما احنا بالكنيسة، ورح نبلش من هون احنا وننطلق لكل المحافظات لان هون موجودين احنا من كل المحافظات من كل الاردن. الشبيبة هي قلب واحد واحنا اخوه، ورح نتعلم نصير ايد واحده كل يوم اكثر واكثر مع ابائنا. كان يوم رائع لانه كان في اجتماع لشبيبات من مختلف مناطق المملكه، كان اجتماع هادف تثقيفي بشكل رئيسي للشبيبات بشكل عام بالمملكه، كان بضم مختلف المراكز من الشمال من الجنوب من العقبه من الكرك، فهذا الشيء كان رائع انه تعرفنا كمان على مراكز ثانيه من كل المملكه. اليوم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بالصوفية، وكان هذا هو انطلاقة لاجتماعات قادمة راح تكون مع كافة الشبيبات بالبرامج المختلفة اللي احنا تعرفنا عليها اليوم، وراح تكون هاي بادرة جيدة. أثرى اجتماعنا اليوم وجود كهنة الأجلاء معنا بهذا الاجتماع، الغنى الروحي اللي قدموا لنا إياه، وهذا الاشي ترجم من خلال المبادئ اللي احنا طلعنا فيها في نهاية اجتماعنا بهذا اليوم. الشبيبة جزء مهم لا يتجزأ، هو حركة هي حركة جدا مهمة، هي الروح النابضة للكنيسة، هي البشارة، هي العنصرة. إحنا كشباب مسؤولين أمام الله وأمام الوطن اللي إحنا منعيش فيه عن نشر هاي البشارة، عن إننا نكون أعضاء فاعلين، يعني إن نفرجي المجتمع والناس جميعاً كيف إحنا نحيا في المسيح. كثير أنا سعيدة بهذا اللقاء، أسرانا وببركة سيدنا حضور الأباء الأجلاء. هذا اليوم أعطانا انتعاش روحي، خصوصا من بعد ما انحبسنا بالكورونا إلنا تقريبا سنتين، فهذا كثير أعاد إلنا انتعاش مثل السمك بالمي. نحن أهم شيء كان في هذا اللقاء التعليم والمواعيد المواضيع اللي أخذناها من سيدنا اللي تعلقت في موضوع كتير مهم، إنه نحافظ على أرثوذكسيتنا، نحترم الآخر، نقدر نوصل بطريقة تبشيرنا نحن كأبناء بالشبيبة للأشخاص المؤمنين اللي بعاد شوي عن كنيستنا والشبيبة، ننضمهم لهي الشبيبات. اجتمعنا اليوم الشبيبات ببركة سيدنا لحتى نعيد تجديد الشعلة اللي داخل كل شخص فينا من أعضاء الشبيبة، وإن شاء الله تكون الثمار على قد التطلعات. كان الاجتماع جداً مثمر مع سيادة المطران والكهنة، اجتمعنا هنا كلنا من كل شبيبات الأردن، كنا إيد واحدة، تشاركنا أفكارنا، كنا مجتمعين مع بعض بنفس الروح، نعرف مبادئنا كشبيبة ونقدر نستمر على هذا الأساس للأجيال القادمة ومع المدى البعيد.